أنا هنا في حي بشارة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وهذه آثار الدمار الذي حل بأحد المنازل في هذا الحي. دمار كبير، المنزل، المنازل المجاورة، والصواريخ الإسرائيلية التي أتت على شقق في هذا البيت وأيضا البيوت المجاورة له. طبعا نعلم أن حجم الدمار الكبير دائما هو ما تخلفه صواريخ الاحتلال، بالإضافة إلى أعداد الشهداء. نشاهد هنا المنزل المستهدف والمنازل القريبة منه أيضا تضررت بشكل كبير. حتى نقترب أكثر من المشهد، عظم الله أجركم. شكر الله سعيك، بارك الله. شو اللي صار عندكم؟ اللي صار والله يا سيدي العزيز، هذا بناية مدنية سكنية فيها 4 شقق، ما فيها أي مقاومين، ما فيها أي عسكر، كلهم أطفال ونساء. استهدفت قبل هيك، ماتت الزوجة الكبيرة، الأم، أم الأولاد، وقدر الله ما شاء فعل. امبارح بالليل كل نيام والكل بيجهز حاله للسحور، ناس أبرياء، أطفال، نساء، يعني ما فيهم أي مقاوم، ما فيهم أي عسكري، ما فيهم أي واحد بيحمل سلاح، وإحنا جيرانهم إنا 30 سنة، مش عارفين يعني، إحنا مصدومين لحتى الآن أقدر منهم نفسهم. زلمة مقعد على كروسة، استشهد هو وزوجته 3 من أبنائه، والبنت الأخيرة ظلت خطرة. الجار هنا عندك ناس هنا نازحين من الشمال، يمكن 50 نفر، الردم كله عليهم، طلعناهم من تحت الركام، ما في حد، ما حد عارف إيش السبب يعني. وزي ما أنت شايف هاي العمارة كلها ناس راحت، بعوض الله رحمة الله عليهم. حسبي الله ونعم. ممتلكات المواطنين تضررت كما نشاهد، سياراتهم المدنية أيضا في هذه الناحية. نلاحظ أن البنايات من الجهات المختلفة تتضرر، إضافة إلى الشجر. الاحتلال حينما يستهدف هذه الأماكن يعلم أنها مكتظة بالسكان، تاري حتى هناك مشكلة أخرى دائما نشاهدها، أن هذه المنازل تصبح آيلة للسقوط، صعبة الحركة بجوارها ومحيطها، ولكن لا يوجد عملية رسمية على الأقل التعامل مع مثل هذه الحالات، وهو بشكل خطر على حياة المارين في هذه المناطق التي يستهدفها الاحتلال. الاحتلال استهدف هذه المنطقة واستهدف منازل أخرى في النصيرات والمغازي أيضا. باسل خلف، تلفزيون العربي، من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.